للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور وليد جبلّة الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، بعد التحية، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد على أن الدولة المصرية توفر حوافز استثمارية ضخمة للقطاع الخاص، وهذا ما شهدناه في نجاح برنامج الطروحات الحكومية والذي حقق ما يربو إلى 2 مليار دولار، وهناك المزيد من التوقعات لتحقيق أمال الاقتصاد المصري بتحقيق طفرة كبيرة. برأيك دكتور وليد، إلى أي مدى يسهم ذلك كله في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد القطاع الخاص هو موجود في صدر اهتمامات الدولة المصرية منذ سنوات، ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي كل البنية التحتية اللي تمت في مصر، الأراضي الصناعية، المحاور المرورية، تطوير الموانئ، تطوير البنية التشريعية، الكثير والكثير من الإجراءات التي تمت من أجل دعم القطاع الخاص، ربما كان لتداعيات كورونا وتداعيات الحرب الأوكرانية السبب في عدم تحقيق طموحات كبيرة في هذا الملف. ولكن الآن ومع مرحلة التعافي ومرحلة التكيف مع المتغيرات العالمية، نجد الحكومة اليوم بتبدأ في مسار تنفيذ لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، والتي تم تنفيذ بالفعل 8 قرارات من 22 قرار كانت صدرت من الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للاستثمار، فضلا عن أنها تنطلق في تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بدعم القطاع الخاص، تنطلق في تنفيذ استراتيجية أو وثيقة سياسات ملكية الدولة التي تم اعتمادها، والتي تتضمن تشجيع القطاع الخاص لممارسة مزيد من النشاط من خلال مجموعة من المحاور، أهمها برنامج الطروحات، والذي تحدث رئيس مجلس الوزراء عن تحقيقه نحو 1.9 مليار دولار. وتصور أن البرنامج في الفترة القادمة سيحقق نتائج أكبر من ذلك بكثير. الدولة المصرية لديها أوراق اقتصادية متنوعة ومتعددة، تحدث رئيس مجلس الوزراء عن أهمية ملف السياحة والاستهداف زيادة 20% سنويا في إيرادات السياحة، تحدث أيضا عن العمل على دعم القطاع الصناعي بإجراءات مثل إعفائه من الضرائب العقارية من أجل زيادة مساهمته في الصادرات والحد من الواردات، تحدث عن الكثير من الإجراءات التي طيب بجانب الحديث دكتور وليد، لو تحدثنا عن الزيارات المكوكية التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء، بالأمس كان في واحد سيوة على ذكر الجوانب الاقتصادية وعلى التنمية الاقتصادية، لكن لو تحدثنا في هذا المجال عن بعض الإشادات الدولية من صندوق النقد الدولي، من المؤسسات الاقتصادية الدولية، عن توقعهم جميعا للاقتصاد المصري بتحقيق طفرة كبيرة في الأيام أو في السنوات القليلة القادمة، كيف يمكن أن نثمن هذه الدعوات وهذه التوقعات وجذب مزيد من الاستثمارات للدولة المصرية؟ طبعا المؤسسات الدولية ومنذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016 وهي شريك في عملية التنمية في مصر، لأنه إن كانت برامج الإصلاح الاقتصادي المصرية هي برامج مصرية 100% إلا أنها برامج تراعي الخصوصية المحلية وفي ذات الوقت تراعي المعايير والضوابط الدولية بصورة تؤدي إلى أن المؤسسات الدولية يكون لديها ثقة كبيرة في المسار الاقتصادي المصري. هناك تحديات بيواجهها الاقتصاد العالمي، مصر أيضا تتأثر بالمتغيرات العالمية، عندنا مشكلة متعلقة بالاقتصاد العالمي وما يواجهه من انخفاض شديد في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن رغم هذا الظرف العالمي الصعب إلا أن مسار الدولة المصرية يبدو مسارا واثقا من خلال استراتيجية ثابتة لمصر 2030، تلك الاستراتيجية التي تتفق مع الاستراتيجية الأممية من خلال إجراءات نتابعها بتقوم بها الحكومة المصرية بتوجيه من السيد الرئيس للوصول إلى المستهدفات التنموية بأسرع مما هو مخطط إليه رغم صعوبة الظرف. العمل في ظروف صعبة ليس جديدا على الدولة المصرية منذ بداية البرنامج، وبالطبع ستتخطى الدولة المصرية هذه الذي يدور على المجتمع الدولي، وبالطبع مصر تتأثر بما يدور. كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم دكتور وليد جبلة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك.